في سجن الخليل في 93 كانت موعد مع محاولة هرب من سجن الخليل، وذلك بفتح الشباك العلوي في قسمها المطل على ساحة داخلية للسجن، وبالتالي الخروج على سقف هذه الساحة ومن هناك على سطوح المعتقل والنزول بعد ذلك إلى الساحة الخلفية للسجن. العملية كانت مخططة من فترة طويلة، وكنا منسقين، كان في تنسيق مع الله يرحمه أمجد شبانة اللي كان موجود في سجن الظهرية بهذاك الوقت، كنا مجموعة واحدة. كانت خطتهم من أروع ما يمكن، اللي هو فتح خيام تنتين على بعضهم، وبالتالي الخروج باستغلال وضع الشتاء أو الغيوم اللي كانت ممكن تعمل ساتر. بالفعل الشباب تجمعوا وخرجوا، 5 شباب من ضمنهم كان جهاد غلمي الله يرحمه، طاهر أفيشة وأمجد شبانة، خرجوا بطريقة جميلة من الفتحة، واحد خلف الآخر. لما وصلوا عند أمجد شبانة رفض يخرج من الفتحة وهي قصيرة، فتحها بالكامل وخرج منها وعلق الأطاعة على مكانها وخرج شامخ الرأس منتصب القامة. وعند استعدادنا للخروج كانت في حدايد علوية للشباك، واجهنا مشكلة إنها موجودة بين طرفين صاج، أخرج صوت عالي جدا ما كانش بالحسبان، فحاولنا نمتص هذا الصوت بمسكه بنوع من البطاطين وشده اللي نمتص منه الصوت قدر الإمكان. بهاي الفترة وقعت نصلة من النصلات أدت إلى كشف العملية وبالتالي إيقاف العملية. عزلنا لثمان شهور وأخذنا إضافة إلى أحكامنا 6 شهور، وكان ذلك يعني بالنسبة لنا يعني ثمن عادي. سبحان الله، السجين داخل السجون بصل مرحلة نوع من التحدي ولا يأبه بعقوبات مصلحة السجون اللي بشوفها تافهة أمام طموحه أو أمام رغبته بالانعتاق والحرية. هذا حلمي وحلم كل أسير وحلم كل إنسان حر، فيش إنسان برضى بقيوده إلا الإنسان الغبي، وحقنا هذا الشيء.